اليوم نرحب بالإخوان رئيس وأعضاء جمعية مهندسي الكويتية، وإن شاء الله اليوم في صدد توقيع مذكرة التعاون بين الهيئة العامة للبيئة والجمعية للوصول إلى بيئة أفضل بالكويت. سبل التعاون عديدة وإن شاء الله متشعبة بيننا وبين الجمعية. اليوم نستطيع من خلال هذه المذكرة التعاون مع أكثر من 15,000 منتسب لهذه الجمعية، سيعاوننا في عملنا البيئي بإذن الله. يوجد العديد من النواحي اللي ممكن نتعاون فيها اليوم، مهندسين بيئيين وكذلك مهندسين بترول وهندسة مدنية وهندسة كيميائية وسبل أخرى أو أنماط أخرى من الهندسة موجودة نستطيع من خلالها أن نعلو في شأننا البيئي. كذلك اليوم إيجاد الحلول السريعة والواضحة يأتي من خلال